الحياة هذه شنية؟ هي راهي ديما تبحث على ما هو أفضل ديما. أنا بالنسبة لي ديما نتقدم نحو الأفضل. أنا لقيت روحي في البلاصة دي. كانت نجم تكون عمارات وكياسات ومشاكل ما فيهاش لحصان ولا فيها حتى حد. شنو معناها حضور؟ بالرسمي معناها شكون؟ شنو هي الحضور؟ وشنو الوطن؟ معناها كلمة الوطن هذية اللي معناها مكبلين بها، لا حب تونس، حب بلادك، وحب شكون عملها تونس. الحرية بالنسبة لي توا هي المحرك، معناها هي كل شيء. الحرية هي الإرادة، هي العزيمة، هي الشجاعة، هذيك هي الحرية. هاي حر. من مساوئ الحدود أنه حتى الحب عملوا له فيزا، لازمك تعمل فيزا باش ترى إنسان تحبه ولا تحبه تعيش معنا لحظة معنا رومانسية. خلينا نقول هذا هي معنا لازمك أوراق وفيزا وبرا وفيزا وفلوس، ولازمك عندك برشا فلوس.